تمام، يبقى نرجع نقول الماتيريال كلها هتبقى على القلم قس. يا ريت تحل الاساينمنتس بنفسك عشان اللي هينقل هيبقى عنده مشكلة، مش دلوقتي هيبقى عنده مشكلة في الفاينل، برضه المعيدين هيكتشفوه ويدوله صفر وكده. بس هي الفكرة يعني هتضيع درجة الفاينل نفسها، ان انت هتبقى ما تدربتش كفاية، المادة دي قائمة على ان انت تتدرب تحل بنفسك. ويا ريت لما يبقى عندك السكشن تكون حالل قبلها، لان انت برضه هتسمعني وتسمع المعيد هتلاقي الكلام شكله جميل، تيجي تحل بعد السكشن هتلاقي نفسك برضه مش عارف تحل. لكن لما تحل قبل السكشن هتعرف يعني، وهو المعيد بقى بيشرح هتعرف غلطك وتقدر تحسن الغلط ده. ويا ريت ترفع الاساينمنتس في ميعادها عشان ما تتراكمش عليك، عشان هما كتير ورا بعض. اوكي، وتقدر تسأل أسئلة في المحاضرة أي وقت، يعني أي حد يعمل raise hand ويسأل، تمام مسموح بالكلام ده. واحنا يعني عايزة interaction، يعني عايزة الناس ترد عليا ونتكلم مع بعض وكده، مش أنا عايزة أتكلم لوحدي. وبرده بره المحاضرة أي حد خلال الأسبوع عنده سؤال ممكن يبعت على التيم وأنا هرد عليه، ولو حد عنده أي مشكلة في الكورس يبعت لي برده ونشوف حلها ايه. تمام، فالوسيلة اللي هتبعت لي بيها هي مايكروسوفت تيمز. السيلابس بتاع إنشاءات المادة دي بتتاخد على ترم واحد، في رأيي بيتاخد نص الكورس هو اللي على ترم. فاحنا هنتكلم على السيلابس بتاع إنشاءات، ان احنا ناخد الالاينمنت والساينوبتيك والديسشارجز والقطاعات الطولية والديزاين واللاين كانال والحاجات دي. تمام، ده لا سوري، ده هو السيلابس ده مش هو، ثانية واحدة كده خلينا خلاص هبقى اوريكم السيلابس، هبعتهولكم على ال LMS، بس انا ممكن اقولهولكم دلوقتي. السيلابس مختلف، فهناخد اول 4 محاضرات معايا alignment و synoptic و design of sections، تمام، والقطاعات رسم بقى القطاعات الطولية والعرضية. بعد كده دكتور اشرف هيديكوا ال retaining walls وهيديكوا البريدجز، وبعدين دكتور نبيل هتديكوا الكالفرت، تمام، وهتديكوا السايفون والاكودكت. بالنسبة بقى القسم راي بياخدوا الجزء الأول اللي هما أنا بديهم في 4 محاضرات، والريتيننج وولز بياخدوا ده على الترم وبياخدوا معاها اللاين كانال. اوكي، فالسيلابس بين الاتنين مختلف، بس ستيل هو نفس الكونتنت، بس انتوا هتاخدوه على ترم واحد. انشاءات بياخدوه على ترم واحد، يعني انتوا بتاخدوا كورس كامل بس على ترم واحد. قسم رأي بياخدوه على ترمين، يعني هما المقسوم مادتين عندهم. هنبدأ بمقدمة كده، احنا ليه بنعمل اللي احنا بنعمله ده، ليه بناخد ال design of canals، ايه السبب ان احنا اصلا بنعمل الكنال. فهنبتدي بقى من زمان قوي كده، مصر زمان هي كانت مصر قائمة على نهر النيل، هي اي ده دايما الحضارات قائمة على مصدر مياه، الناس تبقى بتدور على المياه عشان تعيش جنبها، عشان تقدر تزرع وتقدر تلاقي مياه تستعملها في الاستخدامات بتاعتها. فكان الناس دايما زمان قائمين مصدر المياه عندهم هو نهر النيل، هو ستيل نهر النيل هو مصدر المياه الأساسي في مصر لحد دلوقتي. بس زمان كان الناس بيعتمدوا على نهر النيل خصوصا وقت الفيضان بتاعه، فالزراعة كانت حوالين نهر النيل بس. اوكي، في أوقات الفيضان كان الناس بيزرعوا، وفي أوقات تانية كان بيحصل فيها جفاف. فكان الري في أوقات معينة في السنة مفيش تحكم في المياه، يعني المياه تعلى تغرق الدنيا، الناس اللي تقدر تزرعه وتزرعه في الفترة دي، اللي تقدر تخزنه من المياه في خزانات مثلا هم مجهزينها، أو يعني مش خزانات، يعني زي بيعملوا مثلا زي حفرة كده المياه تتجمع فيها، أوكي، عشان يقدروا بعد كده يستخدموها. فهو كأنه خزان يخزنوا فيه جزء من المياه اللي يقدروا عليه، بس المياه ممكن تخلص ويجي وقت تاني هم عايزين يزرعوا، مفيش مصدر مياه، مفيش تحكم في المياه، المياه بتعلى وتنزل في أوقات معينة في نهر النيل، وهم بيقدروا يستعملوا الحاجات أو الكميات اللي هي متوفرة ليهم في فترات معينة في السنة. مفيش منشآت عشان يخزنوا، يعني مفيش سد مثلا، مفيش بوابات يقدروا يتحكموا في المياه يدخل الكمية اللي هو عايزها في الأرض بتاعته، هي الدنيا بتغرق وبعدين يستعملوا اللي يقدروا عليه، ويجوا أوقات تانية ما يبقوش لاقيين المياه خالص. والري كان بطرق قديمة، نشوف حاجة منها دلوقتي. مثلا ده وقت الفيضان زي ما انتوا شايفين، ده واحد من المعابد، الدنيا غرقانة والناس بتمشي بالمركب علشان تقدر تمشي في البلد من غير ما تغرق، تمام، ده وقت النايل فلودنج. أوقات تانية كان بيبقى فيه جفاف،
طبعا الناس كانت بتروي بطرق قديمة، الشادوف والحاجات دي، اللي هو بقى بيبقى معاه حاجة هنا فيها تقل ويبتدي ياخد المية. فطبعا الري كان حوالين نهر النيل، بس مش قادر يبعد، يعني هو ساكن جنب نهر النيل ومش قادر يبعد عن النهر علشان يروي الأرض بتاعته، هيوصل المية ازاي. تمام، ده شكل الري زمان عشان تتخيله، هو بيروي في حتة قريبة منه، مجهود كبير جدا عشان يقدر يخرج المية اللي هو محتاجها. عشان بقى يطوروا الري في مصر، بدأوا يفكروا ازاي ننقل المية بعيد، ازاي نتوسع في الزراعة، ازاي نتوسع في المنطقة السكنية، مش بس جنب النهر، لا يبقى فيه توسع والناس تقدر توصل لها مية في أماكن تانية. فبدأوا يفكروا ان هما يستعملوا شبكة من الترع والمصارف، System of Canals and Drains، عشان يتحكم في المية، يقدر ينقلها من مكان لمكان، يقدر يشيل المية وينقلها من مكان لمكان علشان الناس تقدر توصل لها مية وهي مثلا بعيدة. يعني تلاقي مثلا حد في مثلا بعيد عن نهر النيل، مش جنب الضفاف بتاعة نهر النيل، وستيل يقدر يزرع الأرض بتاعته. فبدأ الناس يفكروا إن هما إزاي يعملوا ترع ومصارف تقدر تنقل المية. ومع الوقت بدأ يبقى فيه كمان منشآت الترع والمصارف دي، هنحفرها، طيب هنتحكم في المية فيها إزاي، أدخل إزاي الكميات اللي أنا عايزها، بس إزاي اوصل المية مثلا بكفاءة عالية، ازاي اتحكم في مية النيل ان الاراضي دي ما تغرقش وتيجي في وقت تاني يبقى الترعة دي فاضية ما فيهاش مية. فبدأ الناس يفكروا كمان في منشآت الري او الريجيشن ستراكشرز او الهيدروليك ستراكشرز. كلمة الريجيشن ستراكشر اللي هو منشأ بيستعمل في الري، او بيسموه هيدروليك ستراكشر. كلمة بقى هيدروليك ستراكشر او الريجيشن ستراكشر، اي منشأ معرض للمية جزء منه او كله. تمام، زي ايه؟ زي مثلا البريدجز، الكباري اللي بتبقى مبنيه على مجرى مائي مثلا، دي بتبقى معرضه للميه في بعض الاوقات، او يعني اغلب الوقت هي معرضه للميه بما انها بتعدي مجرى مائي. تمام، الاريجيشن ستراكشرز او الهيدروليك ستراكشرز الناس بداوا يفكروا فيها ليه؟ علشان يحلوا مشاكل بتقابلهم. زي ايه؟ زي التقاطعات، انا عندي مجرى مائي وانا عايزه اعدي من ناحيه لناحيه، او عايزه الطريق مثلا هيقطع مجرى مائي، عايزه أحل المشكلة دي. تمام، برضو حاجة تانية بدأوا يفكروا فيها، عشان مجرىين مائيين هيقطعوا بعض، أو أنا عايزة أعدي المية من ناحية لناحية وفي كنال معدية في النص، فبدأوا يفكروا في المنشآت اللي ممكن يستعملوها. بدأوا برضو يفكروا في منشآت التحكم في المية، زي مثلا الويرز، الهدارات، الريجوليتورز، القناطر، إن أنا أتحكم في كميات المية، أرفع منسوب المية في مكان معين عشان تقدر تدخل في الكنال اللي أنا عايزة أدخلها فيها. تمام، يعني المية مثلا كده افتح بوابة الكنال، لقيت ان المية مش كافية انها تدخل الدسشارج اللي انا عايزاه، ممكن اعمل قناطر بعد الكنال او داون ستريم الكنال، واقفل البوابة فالمية تعلى اب ستريم وتقدر تدخل لي في الكنال اللي انا عايزة المية تدخل فيها. تمام، برضو صرف المية في نهاية الترع، بيعملوا له حاجة اسمها اسكيب. فبدأ يبقى عندي منشآت للتقاطعات، منشآت للملاحة زي اللوك اللي هو زي الاسانسير كده بتاع المراكب، يبقى في محاضرة قدام شوية على الirrigation structures بالتفصيل. تمام، زي الcrossing والnavigation، حاجات مشاكل الملاحة، التحكم في المية، ان انا ادخل كميات مية معينة محسوبة، ما يبقاش المية بتدخل فري بكميات غير محسوبة ويحصل losses عالية. تمام، ده كل ده عشان اعمل ايه؟ عشان اخلي الirrigation او الري possible اقدر اعمله طول السنة. فالمنشآت عندي ممكن تبقى crossing structures زي ووتر واي وطريق. تمام، ممكن يبقى بريدج وكالفرت، وممكن يبقى تو ووتر وايز، سايفون واكودكت. تمام، ممكن يبقى ويرز، ريجوليترز، براج، دامز، ممكن يبقى نافيجيشن. تمام، معلش ثواني النت عندي بس في حاجة، ثانية واحدة.
كده شايفين؟ اه تمام يا دكتور. تمام اوكي، فهنبتدي نبص دلوقتي. دي الكنترول ستراكشرز اللي احنا اتكلمنا عليها، الريجوليترز، البراج، الدامز، الويلز. الكورس ده هيبقى فيه كمان الكروسنج ستراكشرز، البريدج، الكالفرت، السايفون، والاكودكت. تمام، الكنترول ستراكشرز هنشوف بس الويلز وهنشوف الريجوليترز. تمام، في ايه، في ال يعني في التحكم في المية واحنا بنديزاين الكنالز. لكن الكورس الستراكشرز اللي انتوا هتدرسوا الديزاين بتاعها البريدج والكالفرت والسايفون والاكودكت. البريدج هيبقى مع دكتور اشرف، والكالفرت والسايفون والاكودكت مع دكتور نيفين ان شاء الله. بس هنتطرق برضو للويرز والريجوليترز. فبدأ الناس يعملوا زي ما احنا اتكلمنا منشآت للتحكم في المية، ومنشآت للتقاطعات، ومنشآت للملاحة زي اللوك. برضه هيبقى في محاضرة قدام شوية، فبقى عندي all year irrigation يعني ري طول السنة. تمام، ده خريطة بتوريني أهم في مصر. فمثلا عندي هنا في ترعة مثلا الإبراهيمية، ترعة نجا حمادي، مش عارفة ترعة التوفيقي كانال. فزي ما انتوا شايفين بدل ما كان الري هنا حوالين نهر النيل بدأ يطلع كانالز كبيرة من نهر النيل. تمام، والكانالز الكبيرة دي لو أنا سمحت إن أنا أروي منها إيه اللي هيحصل؟ يتخيل كده لو أنا نهر النيل ماشي كده وأنا سمحت إن الناس تروي من هنا، هل مثلا لو الناس بتاخد المياه اللي هنا هل المياه هتوصل لنهاية الكنال؟ متخيلين يعني لو أنا سمحت إن الناس تروي من بدايات الكنال أو من الترعة الكبيرة، لما أجي بقى أطلع شبكة ترعة صغيرة المياه مش هتوصل للكنال الصغيرة. تمام، هنبدأ بقى دلوقتي نتعرف بعد ما أخدنا الانترودكشن دي ايه أهداف مشاريع الري في مصر. فمشاريع الري في مصر، المية لازم تبقى تتشال من المين سورس اللي احنا لسه متكلمين عنه اللي هو نهر النيل، عشان تتوزع على المناطق المختلفة من خلال شبكة من الترعة، علشان نقدر نتوسع في الري بعيد عن نهر النيل، ما يبقاش الري حوالين نهر النيل بس. طيب لو انا عملت ري وما عملتش صرف ايه اللي هيحصل؟ فراغات التربة هيحصل فيها ايه؟ انت سامعني ولا انا النت عندي قطع؟ تمام يا دكتور، صوتك سامعين حضرتك. اوكي تمام. هيبقى لو انا رويت وما صرفتش المية دي ايه اللي هيحصل؟ التربة هتتشبع بالمية، يعني هيبقى مفيش. فاكرين في ري تانية مدني كان في حاجة اسمها air water balance. اوكي، في المكان، هو مش عارفة ليه بيقول 5 minutes، يمكن أنا كنت عاملة meeting نص ساعة بس احنا لسه قدامنا وقت. فبيبقى فيه الميزان المائي الهوائي عشان النبات يقدر يعيش، لازم يبقى جزء من المية، جزء من الفراغات التربة فيه مية وجزء من فراغات التربة فيه هواء. اوكي تمام، فلو انا ما عملتش نظام صرف بالعكس المياه هتملى كل فراغات التربه والنبات مش هيستفيد بالمياه دي ولا هيعيش. هيحصل حاجه اسمها ووتر لوجينج، او المياه هتملى الفراغات بتاعه التربه ومش هيبقى فيه اير ووتر بالانس. فبالتالي بقيت محتاجه كمان درينج سيستم او نظام صرف عشان امنع الووتر لوجينج.
كل جزء بقى في المشروع لازم يبقى يتروي ويتصرف بطريقة صحيحة. يعني ما ينفعش انه يبقى في جزء مثلا من المشروع، لو انت بتوصل المية لأرض زراعية ما ينفعش تروي بس وما تصرفش، او ما ينفعش تيجي في مثلث كده تقول انا الجزء ده مش عارفة اروي. لازم كل الأرض اللي انت عايز توصل لها المية يوصل لها مية، وفي نفس الوقت كل النقط تتصرف. طيب احنا عمالين نقول كنال ودرين، فخلينا نعرف يعني ايه كنال. فالكنال دي artificial أو man-made channel أو waterway، مجرى مائي طب من صنع الإنسان، صناعي بنستخدمه عشان ننقل ونوصل المية عشان الري. ده شكل الكنال. الكنال دي ممكن تبقى earth canal، ممكن تبقى lined canal، ترعة ترابية، وممكن تبقى ترعة مبطنة بالخرسانة أو بأي material تانية غير الخرسانة. اوكي طيب ايه المصرف بقى؟ المصرف برضو man made waterway، برضو مجرى مائي من صنع الانسان، بس بنستعمله عشان ايه؟ عشان نتخلص من المياه الزيادة، عشان نمنع ال water logging of soil، عشان نمنع ان الفراغات بتاعة التربة تبقى مليانة بالمياه. طيب خلينا نبص دلوقتي كده على الكنال والدرين. حد يقدر يقول لي هو شايف ايه الفرق بينهم في الصور؟ محدش شايف اي فرق؟ ده الكنال اللي عرضها كبير والدرين الصغير. تمام، ممكن بس على حسب برضو درجتهم. بس عادة فعلا زي ما عبد الله بيقول ان الكنال ممكن تبقى عرضها كبير وحجمها كبير شوية، لأن الكنال بتوصل مية الري. الدرين بيعمل إيه؟ بيجمع المية الباقية بعد الري. فلنفس الترعة المصرف اللي هيبقى مقابل لنفس الاريا أكيد اريته أصغر، إن هو بياخد المية الباقية بعد الري. تمام، فدي بوينت حلوة. في بوينت تانية، واخدين بالكم من سطح المية إيه الفرق بينهم؟ سطح المياه في الكنال وسطح المياه في الدرين. عبد الله كنت هتقول الكنال هو الكنال أعلى شوية. الكنال اعلى، يبقى الكنال شفت الراجل هو بيطلع المياه بالشادوف، كان محتاج ان هو يطلع المياه مسافة. لو المياه في الكنال تحت هيعمل ايه؟ هيعمل افورت كبير عشان يطلع المياه دي لحد فين؟ لحد الارض الزراعية. تمام، نفس الفكرة احنا بنستعمل برضو حاجة اسمها lift irrigation system، ممكن تطلع المية دي بسيفونز او بكمبس عشان توصل للايه؟ للأرض. اوكي، ترفع المية دي عشان توصل الأرض. فانت محتاج ان هي ما تبقاش تحت الأرض بمسافة كبيرة، بتبقى من 25 ل 75 سنتي تحت الأرض او تحت البيرم ليفل. تمام، يبقى الفري بورد بتاعها تحت المنسوب بتاع البيرم 25 ل 75 سنتي. طب الدرين بقى الهدف منه ايه؟ يعني دي هنا الهدف الري، فانت عايز ترفع المية فطبيعي تبقى قريبة من الأرض. في الدرين المية بتتصرف، فلو المية عالية ايه اللي هيحصل؟ هل المية هتقدر تتسرب وتروح للدرين بسهولة؟ أكيد الدرين محتاج يبقى ميته في ليفل قليل عشان تجمع المية. مين ايه؟ لأ عشان اقولها برافو عليكي. مين اسمك ايه؟ ميرا. مراح، برافو عليك يا مراح. تمام، فالمية محتاجة تبقى في ليفل قليل عشان تقدر تجمع المية من سواء الدرينز الصغيرة اللي بتصب في المصرف ده، أو لو في مية في الأرض تقدر تتصرف، ما تبقاش يحصل العكس ووتر لوجنج، أو المية تروح من الليفل بتاع الدرين تغرق الأرض. فالدرين المية بتاعته محتاجة تبقى في ليفل أوطى من الكنال عشان تقدر تصرف المية دي، تصرف المية اللي انت عايز تصرفها، ما تبقاش المية عالية ما تعرفش تصرفها. تمام، ده قطاع في مجرى مائي عرضي. اوكي، ده نص عرض القطاع. القطاعات الناس اللي بقى عارفين الرسم هيلاقوا ان انا عندي بات وبعدين ميل وبعدين بيرم وبعدين ميل وبعدين بانك وبعدين ميل وبعدين لاند اللي هو هنا. يبقى انا عندي سواء ده متدهور شوية، بس هو لو احنا فكرنا نلاقي مثلا بد وبعدين ميل جانبي
وبعدين المفروض بيرم، وبعدين ميل، وبعدين بانك، وبعدين ميل، وبعدين تلاقي الأرض الزراعية أو هنا كده، هتلاقي برضو تحت هنا ترابيزويدال سكشن، وبعدين ميل، وبعدين بيرم، وبعدين ميل المفروض، وبعدين بانك، وبعدين الأرض الزراعية. أوقات بيبقى فيه أراضي مثلا اللي هي زي دي ترعة صغيرة، تمام؟ فترعة صغيرة ممكن ميبقاش فيه البانك، أو ميبقاش فيه البيرم، يبقى فيه بانك كده وبعدين الأرض الزراعية، تمام. وفي ترعة تانية بتبقى كبيرة، بيبقى فيه بقى طريق رئيسي مثلا، زي ما انت لو مسافر على مثلا الطريق الزراعي هتلاقي ناحية فيها أرض زراعية وناحية فيها مجرى مائي، فهتلاقي إن الطريق أو البنك ده زي طريق كبير، طريق رئيسي كبير، وفي المية في ناحية، تمام، والناحية التانية الأرض الزراعية، تمام يا باشمهندسين. فنقدر بقى نقول ساعتها إيه، إن المية هتبقى هنا، المية هتبقى هنا، واللاند هنا. نفس الكلام في الدرين، لو المية قليلة وفي بقى صرف هتلاقي إن المية تقدر تروح من المصارف بقى الصغيرة تتجمع في الدرين. هنا الكنال انت ايه، هترفع المية توصلها لللاند. اوكي، طيب خلينا نشوف بقى خطوات ال planning وال designing of irrigation projects. عندي أول خطوة alignments of canals and drain. يعني ايه؟ يعني اخطط مسارات الترع والمصارف. يبقى اول حاجه alignment، ان انا اخطط. alignment يعني تخطيط او تحديد مسار. of canals and drains، تحديد مسار الترع والمصارف. تاني حاجه drawing the synoptic diagram، ارسم الدياجرام المائي ده، او علاقه خط الارض الطبيعيه بسطح المياه في الترع والمصارف اللي انا خططتها، تمام، عشان اطمن على ان كل الترع بعد ما عملت البلاننج بتاعها هتقدر تمشي بالسلوب المطلوب اللي احنا نتعرف عليه النهارده، تمام، وتبقى كلها متربطه ببعض. يعني انا لو جيت فتحت كده بوابه كنال معينه عشان يوصل لها ميه، اطمن ان الترع الاكبر منها تقدر توصل لها ميه فعلا، عن طريق ان انا رسمه الساينابتيك دياجرام، ومتاكده ان كل الانتيكس او البدايات بتاعه الترع، الميه في الترع التانيه الكبيره اللي بتديها الميه بتاعتها اعلى منها، تمام. حسابات الديسشارجز، هبتدي بقى كل كنال انا خططتها بناء على المساحه اللي هي هترويها احسب الكيو تقريبا اللي هتمشي فيها، وبعد كده ابتدي اصمم الكروس سكشن بتاعها عشان اعرف البي والدي بتاعتها، تمام. بعد كده هحسب هرسم سوري بعد ما صممت هبتدي ارسم اللوح بقى بتاعه التنفيذ بتاعتي، واللوح اللي طالعه لي بالديزاين، اللي هي قطاعات طوليه وقطاعات عرضيه. هرسم القطاع الطولي والقطاع العرضي للترع والمصارف. بعد كده عايزة أعرف حدود المشروع، وهيحصل حفرة قد إيه، والردم قد إيه، والتربة اللي أنا هستعملها دي هل ينفع أنا أستعملها في البانكس بتاعتي عشان توفير، وما أجيبش تربة من بره المكان اللي أنا بعمل فيه المشروع بتاعي. فنحسب الكات والفيل وعرض نزع ملكية. بعد كده الخطوة اللي بعد كده، إن أنا ممكن لو أنا في أجزاء مثلا من الكنالز معدية في تربة رملية مثلا أبطنها. دلوقتي في ترند إن احنا نبطن، أو يعني في اتجاه إن احنا نبطن كل الترع علشان نحافظ على كميات المية، وعشان نحافظ على الوتر كواليتي. فهيبقى في جزء عن تبطين الترع بعد كده، تمام. بعد كده بعد ما خلصت مثلا المشروع بتاعي، إن أنا خططت الترع والمصارف، وبعدين رسمت علاقة خط الأرض بخط المية، بعد كده عرفت الديسشارجز اللي هتعدي فيهم، وصممت القطاعات، وبعد كده حسبت الكات والفيل، حسبت عرض نزع الملكية عشان أعرف عرض المشروع بتاعي هيبقى قد إيه، وخصصت له الأرض بتاعته، وصممت اللاين كانال، هبتدي أشوف الإريجيشن ستراكشرز اللي ممكن أستعملها في البروجكت بتاعي. يعني أبتدي أشوف مثلا هنا هحتاج كوبري، يبقى أنا هشوف هصمم الكوبري ده. هنا مثلا الترعة دي هتقطع ترعة تانية، يبقى أنا هنا مثلا محتاجة سايفون أو أكودكت. هنا مثلا انا محتاجه وير عشان اعمل مثلا دروب في الميه، يبقى ممكن اديزاين الوير ده. هنا في هيد ريجوليتور، هنا في مثلا انترميديت ريجوليتور، اناطر، هبتدي اصمم الاناطر واشوف فتحات البوابات المفروض تبقى ايه. فالخطوه الاخيره ان انا اديزاين المنشات اللي انا محتاجاها في الاستراكشر. هنا مثلا في اناطر بس المفروض يعدي مراكب، بقوم عامله لوك. فكل دي ستراكشرز ممكن وانا بصمم المشروع بتاعي الاقي نفسي محتاجاها، تمام يا باشمهندسين. في حد مش فاهم اي حاجه؟ تمام يا دكتور.
طيب ده اللي احنا قلناه من شوية، what is an irrigation structure وال classification بتاعهم تاني. اوكي ده اللي انت هتاخدوه في الكورس ان شاء الله. تمام، في حد عنده اسئلة؟ احنا لسه سألين. هنبتدي نتكلم دلوقتي على ال alignment، كل دي كانت introduction. هنبتدي نتكلم على ال alignment او تحديد مسار الترع والمصارف. زي ما قلت لكم من شوية، ال alignment هو تحديد مسار الترع والمصارف على حاجة اسمها الخريطة الكونتورية. طيب ايه الخريطة الكونتورية دي؟ لو انا جبت ارض وبدأت اتخيل ان انا بقطع مستويات مع الارض دي، هيبتدي المستوى ده يقطع في نقط معينة. النقط دي لو انا كلها نفس الليفل وصلتها ببعض بتعملي حاجة اسمها خط كونتور، ان كل النقط اللي على الخط ده ليها نفس الليفل. فالخريطة الكونتورية دي بتساعدني ان انا اعرف التوبوغرافي او شكل سطح الارض في مكان معين. طيب احنا دلوقتي بنديزاين ايه؟ بنديزاين irrigation canal. ال irrigation canal دي open channel، المفروض تبقى ماشية under gravity، يعني تحت تأثير الجاذبية الأرضية. فأنا عشان أخطط ال canal دي لازم أخلي مسارها بدايتها في level عالي ونهايتها في level أقل، عشان المياه تقدر تتحرك under gravity، تحت تأثير الجاذبية الأرضية. وكمان المهندس المدني يبقى عايز يوفر فلوس، هيعمل ايه؟ يحاول ان هو يعمل حاجة the most economic، أو أكتر حاجة يعني ليها فايدة اقتصادية بأقل تكلفة. فيبتدي يعمل ايه بعد كده؟ يحاول يخلي مسار الترع والمسار دي أقصر مسار، عشان محتاجش يحفر كتير، عشان محتاجش يمشي مسار كبير، ياخدش وقت أطول في التنفيذ. تمام، فبيفضل إن هو يكون أقصر طول وبأقل تكلفة. يحاول إن المية تبقى ماشية أندر جرافيتي، ميبقاش فيه مشاكل، تبقى محققة السلوك اللي هو عايزه من الأول. طيب هل لو في مشكلة قابلته ملهاش حل؟ لأ، كل المشاكل ليها حلول. يبقى احنا كل حاجة تنفع تتعمل، بس هتزودلي التكلفة. يعني مثلا لو أنا قطعت ترعة مع مصرف، ما هو ينفع وإلا ما كانش بيبقى فيه structure للتقاطع. لكن أحسن حل اللي هو مفهوش تقاطع، لأن لو أنا في حل مفهوش تقاطع حد تاني قاله وأنا قلت الحل اللي فيه تقاطع اللي فيه structure، يبقى الحل التاني أحسن مني. تمام، يبقى ببص على كل الحلول وأختار أقصر طول للترعة، أقل تكلفة، أحاول أقلل الستراكشرز أو التقاطعات كمان بين الكنالز والترينز والكنالز وبعضها على قد ما أقدر. تمام، أو لو مثلا عندي طريق أحاول ما أعملش تقاطع، يعني ما أجيش أقول لا أنا هوصل من الترعة دي للأرض اللي الناحية التانية من الطريق، وفي حين إن في مثلا طريقة تانية أوصل من نفس الكنال من غير ما أقطع الطريق. فابتدي اشوف الحلول اللي تضمن لي ان انا اقل تكلفه، ما اعملش structures، تبقى المياه كلها كل نقطه في الارض لازم تكون اتروت واتصرفت. تمام، الالاينمنت ده بعمله على خريطه كونتوريه. الخريطه الكونتوريه دي بتبقى بسكيل 1 ل 100 ألف او 1 ل 50 ألف. تمام، انا هبقى قايله لكم السكيل بتاعها في السؤال ان شاء الله. الالاينمنت بتاع البرايفت كانالز، اللي هي الكنالز بقى اللي الراجل الفلاح بيروي الأرض بتاعته منها، أو صاحب الأرض بيروي الأرض بتاعته منها. تمام، دي بتتعمل على خرايط صغيرة اللي هي 1 ل 25 ألف، بس يعني قصدي السكيل بتاعها أوضح وأكبر. تمام، بس على مساحات صغيرة، لأن هو بيخطط الأرض بتاعته، لكن أنت لما تيجي تخطط بتخطط أرض المشروع كلها. الألاينمنت بتاع الكنالز والدرينز ده بيعتمد على حاجتين، أول حاجة الـ area served، وتاني حاجة الـ surface topography. يبقى مساحة الأرض دي بتخدمها، أو سوري الترعة دي بتخدمها. تمام، والـ surface topography احنا عندنا مجموعة من درجات الترع والمصارف. يبقى الترع والمصارف متقسمة أو classified لدرجات، اوكي، different grades، نشوفهم دلوقتي. طيب scale of the map، زي ما احنا قلنا كلمة scale يعني ايه؟ ده مسافة بين نقطتين. المسافة دي بين نقطتين بشوف المسافة دي على الخريطة قد ايه بالنسبة للحقيقة، او في الفيلد في الارض الحقيقية المسافة دي قد ايه. فانا مثلا عندي هنا سكيل 1 ل 50 ألف، معناها ايه؟ يعني لو انا عندي نقطتين المسافة بينهم واحد، الواحد ده معناه 50 ألف سنتي في الحقيقة، لو هو 1 سنتي على الخريطة او على الورقة اللي انا بقيس من عليها او ببص عليها،
الواحد سنتي ده لو هي بسكيل واحد لخمسين ألف، معناها السنتي بخمسين ألف سنتي في الحقيقة، تمام؟ طب لو واحد لمية ألف يبقى السنتي بكام؟ بمية ألف سنتي في الحقيقة. لو جينا بقى قسمنا على 100 وبعدين رجعنا قسمنا على 1000، يبقى معنى كده إن هنا السنتي 500 متر أو نص كيلو، وهنا السنتي ب قد إيه، بألف متر أو بكيلو، تمام؟ طيب السكيل بتاع الخريطة زي ما احنا بنتكلم هو نقطة A ونقطة B. لو أنا هنا قايسة 3.5، نقول 3.5 سنتي بسكيل 1 لـ50 ألف، معنى كده إيه؟ يعني 3.5 سنتي معناهم إيه في الحقيقة؟ حد يعرف؟ لو بـ1 لـ50 ألف يبقى السنتي بنص كيلو، يبقى معناها كام في الحقيقة؟ انت عايز يقول تقوله غلط، عايز مش مشكلة. معناه 2 كيلومتر. هو 3.5 والسنتي بنص كيلو، يبقى 3.5 على 2، يعني معناها 1.75، تمام؟ واضحة كده؟ يعني كأن يعني 1 إلى 50 ألف، تمام؟ يعني السنتي بنص كيلو، طيب بس أنا عندي 3.5 سنتي، يبقوا بكام كيلو؟ يبقى 3.5 × 0.5 على 1، واضحة كده؟ يبقى نص الـ3.5. حد كده مش واضحة بالنسبة له؟ تمام. تمام يا دكتور. طيب لو بسكيل بقى 1 لـ100 ألف، معناها ايه؟ 1 لـ100 ألف يعني 1 سنتي بواحد كيلو. بالظبط، يبقى 1 سنتي يساوي 1 كيلو. يبقى أنا لو عندي 3.5 معناها ايه؟ 3.5 كيلو، صح؟ يبقى 3.5 هنا هي نفسها ايه؟ 3.5 هنا. وضحت كده؟ يبقى أنت لما تشوف الخريطة لازم أول حاجة تبص عليها هو the scale of the map. طيب واخدين بالكم دي خريطة كونتورية؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان مثلا الخط ده اللي مكتوب عليه 2 مثلا، يبقى كل النقط اللي على الخط ده الليفل بتاعها 2. طب الخط ده اللي مكتوب عليه 2.5 معناها ايه؟ ان كل النقط اللي على الخط ده الليفل بتاعها 2.5. النقط هنا كده دي 3، يبقى كل النقط اللي على الخط ده 3، اوكي؟ طيب يبقى انا لو مثلا بخطط كنال، المفروض الكنال تمشي من الليفل العادي للقليل من 3 لـ1.5 عشان المايه تمشي اندر جرافيتي في المفصل بتاعها. واضح كده يا باشمهندسين؟ طيب دلوقتي هنتعرف على الكنال سيستمز جريدز او درجات شبكة الكنالز. فعندي درجات الكنالز بتبتدي من اول دايفرجن كنال، تمام كده؟ في مين كنال، برانش كنال، ديستريبيوتوري كنال، وبرايفت كنال، تمام؟ فالكنال عندي بتبتدي بهيد ريجوليتر وتنتهي بحاجة اسمها تيل سكيب. يبقى أنا عندي في دايفرجن كنال، مين كنال، برانش كنال، ديستريبيوتوري كنال. دايفرجن كنال بيسموها الرياح، اوكي؟ بعد كده المين كنال الترعة الرئيسية، برانش كنال الترعة الفرعية، ديستريبيوتوري كنال الترعة التوزيعية، وبرايفت كنال أو فيلد كنال هي الترعة
برايفت اللي هي بتاعت بقى الراجل اللي بيعملها في الأرض بتاعته. بعد كده هاي جريد كانالز ار كارير كانالز. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الدرجات الترع دي التلاتة دول بنسميهم هاي جريد كانالز. دول كارير كانالز يعني بتشيل المية بس ما بنرويش منها. انا عندي دايفرجن كانال، مين كانال، وبرانش كانال. دول كارير كانالز بيشيلوا المية ينقلوهم من مكان لمكان، بس ما بنسمحش بالري منهم، لان احنا لو سمحنا بالري منهم المية مش هتتوزع على بقية الناس. يعني انت لو سمحت ان اي حد ياخد من اي كانال يعني بيبقى في كل واحد ليه نسبة مية محسوبة المفروض ياخدها عن طريق التوزيعية دي. الترع التوزيعية دي هي اللي بتوزع عليه المية بتاعته. فالديستريبيوتري كانال والبرايفت كانال دول نقدر نستعملهم في الري، واخر جزء من كل كانال نقدر نستعمله كأنه الدرجة الاصغر منه. زي ما شايفين الكانال بتبتدي بحاجة اسمها اتش ار وبتنتهي بحاجة اسمها تي اي. اتش ار دي معناها هيد ريجوليتور، وتي اي معناها تيل سكيب. اوكي واضح كده؟ تمام يا دكتور. ماشي. هيد ريجوليتور دي القناطر في الاول، وتيل سكيب دي حاجة اسمها مصب النهاية اللي هو زي هدار كده ينقل المية الباقية في اخر الكانال للمصرف. طيب الدرين سيستم برضو عندنا شبكة المصارف ليها درجات. برضو عندنا حاجة اسمها ديستريكت درين او يسموه مصرف عمومي، مين درين مصرف رئيسي، ميجر برانش درين وماينر برانش درين. دول مصارف فرعية، بس الميجر برانش درين مقابل يعتبر درين كبير مقابل البرانش كانال، والماينر برانش درين المقابل للديستريبيوتري كانال. وبعدين عندي برايفت وفيلد درين. هنا بقى الدرين عكس الكانال، اول جزء فيه بنقدر نعتبره الدرجة الاقل، والدرين بينتهي بأوت فولز. هنا الكنال بتبتدي في هيد ريجوليتور وتنتهي في تيل سكيب، هنا الدرين بينتهي بأوت فول. طيب خلينا نبص على الكنال. الكنال واخدين بالكم بدايتها هي اللي على الشمال، هنا الدرين نهايته هي اللي على الشمال. السهم ده معناه نهاية الدرين، أو الأوت فول ده معناه نهاية الدرين. ليه رسمة ده كده وليه رسمة ده كده؟ حد فكر فيها أو حد عنده يعني فكرة ليه ممكن نكون عملنا كده؟ طيب انا اقول لكم يعني، وانت بترسم اي رسمه الزيرو بتاعك او النقطه اللي انت بتهتم بيها بتبقى على الشمال، كانك بترسم محاور مثلا او كده. دايما بتخلي الزيرو بتاعك هو على الشمال، هو بدايتك اللي انت بتركز عليها او النقطه اللي انت بتهتم بيها. ففي الكنالز احنا مهتمين نربط بدايات الكنالز بالكنالز الاكبر منهم. يعني لو في كنال هنا انا مهتمه ان الكنال دي تبقى خارجه من دي، والتانيه دي مثلا واخده ميتها من دي، وهكذا. فأنا مهتمة ببدايات الكنال، فبالتالي يبقى بداية الكنال هي الصفر بتاعي أو هي الرقم اللي أنا إيه ببتدي منه. الدرين أنا مهتمة إن الدرين ده يصرف في الدرين الأكبر منه، تمام، والأكبر منه ده يصرف في درين تاني أكبر منه، وهكذا. يبقى أنا مهتمة بمين هنا؟ بنهايات الدرينز. عشان كده النقطة المهمة عندي هي اللي بعتبرها الصفر بتاعي، وهي اللي ببتدي أرسم منها. واضح كده يا باشمهندسين؟ فتبقى أنت الزيرو بتاعك في الدرين هو آخره، عشان كده هتلاقي رسمة الدرين دايما تحسسها إنها متشقلبة، لأن أنا مهتمة بنهايته. طيب ده شكل كده زي سكتش بيورينا مثلا لو أنا عندي مين كنال المية ماشية فيها كده، هنا في هيد ريجوليتور. اوكي البوابة دي لما نفتحها هيبقى المين كانال هيطلع منها مية تروح للبرانش كانال، ونهاية البرانش كانال هتصب في المين درين. اوكي عندي بعد كده ديستريبيوتري كانال هتاخد ميتها من البرانش كانال، وبعدين يطلع من البرانش كانال من الديستريبيوتري كانال دي البرايفت كانال. برايفت كانال وفي طبعا برايفت درينز، كل ده هيصرف ميته فين؟ في ماينر برانش درين، اللي هيصرف ميته في ميجر برانش درين، تمام، اللي هيصرف ميته في المين درين، وبعدين المين درين يصرف ميته في الايه في الديستريكت درين، والديستريكت درين يصرف بقى ميته في بحيرة الصرف او حاجة. تخيلتوا المنظر عامل ازاي؟ ان ترعة كبيرة تدي الاصغر. طبعا كل واحدة مش بيطلع منها ترعة واحدة، بيطلع منها شبكة من الترع والمصارف، تمام كده؟
فده شكل الخريطة الكونتورية متخطط عليها الحاجات. برضو لو خدتوا بالكم الكنال بتبقى solid line والدرين بيبقى داش لاين بالشكل ده، يبقى الكنال بتبقى solid line الدرين بيبقى بالشكل الداش لاين ده. اوكي، الكنال اولها هاد ريجليتر واخرها تيليسكيب، الدرين اخره فيه اوت فول. تمام يا باشمهندسين؟ طيب دلوقتي هنتكلم على العلاقة بين الـ velocity والـ slope. تمام، الـ velocity عندي أنا مهتمة إن المية وهي ماشية في الكنال ما يبقاش فيها ولا حاجة اسمها scouring ولا silting. طب نعمل slope يكون يجيب لي الـ velocity دي اللي اسمها non-silting non-scouring velocity. يبقى أنا الـ slope عندي لكل درجة ترعة هنعرفه بعد شوية، واحنا عايزين نوصل واحنا بنديزاين الكنال او الدرين ده للنون سيلتنج نون سكاورنج فيلوسيتي، اللي هي ولا تعمل نحر ولا تعمل ترسيب. طبعا كل ما هتزود السلوب هيحصل ايه؟ الفيلوسيتي هتزيد، وكل ما تقلل السلوب الفيلوسيتي هتقل. والسلوب بنعبر عنه دلتا واي على دلتا اكس. دلتا واي المسافة الرأسية ودلتا اكس المسافة الهوريزونتال. طيب دلتا واي دي نجيبها منين؟ حد عارف؟ لو انا عندي خريطه كونتوريه نجيب الدلتا واي منين؟ فرق ليفل بالظبط، فرق الليفلز او الفرق بين الكونتورز بين نقطتين. يعني لو بقيس السلوب بين نقطتين يبقى فرق الكونتور عند نقطه واحد ناقص فرق الكونتور عند نقطه اتنين اعرف الدلتا واي. ودلتا اكس هي ايه؟ الهوريزونتال ديستانس بينهم. تمام كده، لو عملت كده هعرف اجيب السلوب. تمام يا باشمهندسين؟ فده الشكل عندي دلتا واي على دلتا اكس. هو ده الدلتا واي من الكونتور انترفل او من الفروق بين الكونتورز، والدلتا اكس من الكونتور ماب. طيب الاريا سيرفد لو احنا بنتكلم عليها معناها ايه؟ معناها بيسموها بالعربي الزمام، بيقول لك ترعى الزمام هكذا، يعني بتخدم عدد من الايه، من كذا فدان، إيه عدد من او مساحه معينه. تمام، هذه الاريا سيرف بتاعت الترم. اوكي، فانا دلوقتي عندي الاريا سيرف معناها ايه؟ معناها الترعه دي بتخدم كام فدان. كل درجه ترعه ليها ماكسيمم بتخدمه. اوكي، اريا ماكسيمم بتخدمها. فلو جينا نبص على الدايفرجن كانال، دايفرجن كانال السلوب بتاعها من 3 ل 5 سنتي على كيلو عشان تجيب لي الفيلوسيتي اللي انا عايزاها. الدين كانال من 5 ل 8، البرانش كانال من 8 ل 15، ديستريبيتري كانال من 10 ل 20، والفيل كانال من 20 ل 30. اوكي، خدنا بالنا من حاجه زي ما كنا بنتكلم من شويه ان السلوك مختلف لكل درجه ترعه. اوكي، السلوك اللي هو الميل بتاع البد والميه كمان. اوكي، فهنلاقي ان احنا عندنا الدايفرجن كانال السلوك من 3 ل 5 سنتي على الكيلو. كلمة سنتي على الكيلو يعني كل ما امشي كيلو انزل كذا سنتي، يعني لو 3 سنتي على الكيلو يبقى كل ما امشي كيلو هنزل 3 سنتي، فيديني السلوب اللي انا عايزاه. 10 سنتي على الكيلو يبقى امشي كيلو انزل 10 سنتي. تمام، طب مين اللي انا هحفظهم في الكورس ده؟ نحتاج احفظ البرانش كانال والديستريبيوتر كانال وممكن كمان المين كانال. تمام، طيب كل ترعه مقابل ليها درين نفس الدرجة. مثلا diversion canal مقابل ليها district drain، المين canal مقابل ليها main drain، البرانش canal مقابل ليها major branch drain، والdistributory canal مقابل ليها minor branch drain، والfield canal مقابل ليها field drain. هتلاقوا slopes بتاعتهم برضو ايه؟ بتزيد مع زيادة الترعة، لان انت كمية المية بتقل فانت عايز slope اكتر عشان تحرك المية القليلة دي. اوكي، فدي الايه، نفس بقى الدرجات هتحفظ المقابلة ليها، يعني المين كانال هتحفظ المين درين المقابلة ليها، تلاقيهم مش زي بعض. تفتكروا ليه الدرين محتاج سلوب أكتر؟ حد عارف؟ ليه الدرين بنعمل له سلوب أكتر؟ ممكن يكون ليه؟ عشان المية بتبقى فيها رواسب كتير فمتعرفش تتحرك أسرع. بالظبط، يبقى المية فيها رواسب كتيرة وبيبقى فيها
يعني المية بتاعة الكنال مية بتبقى انضف فريش ووتر اكتر، ان انت لسه هتروي بيها. الدرين بيبقى فيها رواسب، فانت محتاج سلوب اكتر عشان تقدر تحرك المية الاتقل دي. تمام. طيب بالنسبة بقى للاريا سيرت، خلينا نبتدي كده. لو انا عندي فيلد كنال اقدر اخدم بيها اقل من 1000 فدان، يعني up to 1000 فدان. تمام. طيب الفيلد كنال اللي هي اللي بتبقى الراجل عاملها في الأرض بتاعته. طيب الديستريبيوتري كانال من 1000 لـ5000، يعني المساحة اللي الديستريبيوتري كانال تقدر تخدمها، كل ديستريبيوتري كانال ممكن تروي لحد 5000 فدان. تمام. طيب البرانش كانال من 5000 لـ30000 فدان، يعني البرانش كانال ممكن يطلع منها عدد من الديستريبيوتري كانالز كل واحدة 5000، لحد ما توصل لي إن البرانش كانال دي بتخدم مساحة 30000 فدان. المين كانال طالع منها مجموعة من البرانش كانال، فممكن تخدم لحد كام؟ 200000 فدان. الدايفرجن كانال بقى ممكن تخدم أكتر من 200000 فدان، طالع منها كذا مين كانال أكتر من مين كانال واحد. واضح كده يا باشمهندسين؟ طيب الجزء ده بقى هنبتدي نتكلم على السبيسينج between distributary canals والماينر برانش درين. هنشوف هنا الخريطة دي عشان أبين لكم أنا عايزة أعرف إيه. أنا هنا مثلا في مسافة بين الكنال دي والدرين ده، وفي مسافة هنا بين الكنال دي والدرين ده. المسافة دي هل ليها حاجة؟ ما ممكن واحد تاني يقول لي أنا هعمل كنال ودرين وبعدين كنال تانية ودرين وبعدين كنال تالتة هنا مثلا ودرين، ليه عاملين المسافات دي؟ يعني وممكن واحد تاني يقول لي ليه انا هعملها هنا، يعني هشيل بقى كل ده. تمام. يعني ممكن يلغي دي ويقول لك انا هعمل كنال وهنا درين واسيب المسافة دي كلها بينهم. فايه اللي خلاني احط الدرين ده هنا؟ ليه مش ما خليتوش اللي تحت ده وشلت اللي في النص؟ كان عندي spacing maximum spacing between distributary canals and minor branch drains. تمام. يبقى ال distributary canal وال minor branch drain في مسافة بينهم، تمام، بتعتمد على نوع ال soil اللي انا بعمل المشروع فيه او الترعة دي معدية فيه. فمثلا لو انا عندي distributory canal وminor branch drain، اوكي، وانا المفروض هيبقى فيه private drain بينهم، تمام يا باشمهندسين، انا هاجي هنا هلاقي ان الwater level عندي بيبقى تحت في private drain تحت الارض بمتر، اوكي، وفي الminor branch drain بيبقى تحت الارض بمتر ونص. انا اقدر شويه ناخد القيم دي بشكل اوضح يعني، بس هو هنا الماينر برانش درين سطح المياه تحته بمتر ونص، والبرايفت درين سطح المياه تحت الأرض بمتر. والبرايفت درين السلوب فيه بيعتمد على من 25 لـ50 سنتي، وبيعتمد على نوع التربة. فلو أنا كلي سويل، لو التربة كلي بقدر أعمل سلوب 50 سنتي على كيلو، لو سلت بعمل 30 سنتي على الكيلو، ولو ساند بقدر أعمل 25 سنتي على الكيلو. كل نوع تربة أقدر أعمل سلوب مختلف عن التاني، أوكي. فدلوقتي السلوب في الكلي لو إحنا قلنا إن هو 50 سنتي على الكيلو، والفرق بين أول نقطة والأرض متر وآخر نقطة والأرض متر ونص، يبقى الفرق بين أول نقطة وآخر نقطة نص متر، أوكي. يبقى السبيسنج بين الديستريبيوتري كانال والماينر برانش درين اللي هو طول البرايفت درين أو هنسميه هنا S، S ده بيساوي كام؟ السلوب قلنا بيساوي دلتا واي على دلتا اكس. طب انا لو عايزه الاكس اللي هي الاس، سلوب على ايه؟ سوري، دلتا واي على السلوب. تمام. فدلتا واي عندي اللي هي متر ونص ناقص متر، يبقى 50 سنتي على السلوب اللي احنا قلنا في الكلي هناخده 50 سنتي على الكيلو، يبقى كيلو. يبقى في حالة التربة الكلي هلاقي ان الديستريبيوتري كانال والماينر برانش درين ابعد مسافة بينهم المفروض تبقى كيلو، اوكي. في السيلتي سويل بنفس الطريقة، بس لو خدت السلوب 30 سنتي على الكيلو هلاقي إن أبعد مسافة
1.6 كيلو، وفي السن ألاقي إن أبعد مسافة 2 كيلو. تمام، واضح كده يا باشمهندسين؟ طيب في حاجة هنا اسمها اس داش. أنا لما جيت أعمل الحسبة دي، مفترض أن الأرض هنا نفس الليفل هنا. تمام، طب وات اف الأرض دي فيها ميل أصلا، فيها ميل دلتا اتش، اللي هي دلتا اتش دي، والواحد ونص بادية من بعدها، يبقى ساعتها بقى أنا عندي حاجة اسمها اس داش. الاس داش دي لو الأرض منحدرة هيبقى عندي السلوب، سوري السبيسنج، اس داش يساوي ايه؟ بيساوي 50 سنتي زائد الدلتا اتش اللي هي فرق بين النقطة اللي عندها distributory canal والنقطة اللي عندها الماينر برانش درين، يبقى هيبقى مسموح بمسافة أكبر شوية. طيب هل التربة لازم تبقى كلي أو سيلت أو ساند؟ لا، التربة ممكن تبقى سيلتي كلي أو مثلا ساندي سيلت. فلو هي حاجة في النص، أنا أقول لك مثلا ميل الدرين المفروض يبقى كذا، private drain مثلا يبقى كذا، يعني مثلا أقول لك في حالة مثلا السيلتي كلي خد الميل بتاع البرايفت درين 40 سنتي على الكيلو. فبنفس الحسبة دي تقدر تقول ايه، 50 على 40 يطلع كام؟ يطلع 1.25 كيلو. تمام، واضحة كده يا باشمهندسين؟ يبقى انت اي نوع تربة بمعرفة بس النوع ده بين انهي اتنين والسلوب بتاعه بتاع البرايفت درين تقريبا قد ايه، تعرف تحسب السبيسنج. اوكي، في حد عنده اسئله كده؟ حد عايز يسال على حاجه؟ تمام، يبقى احنا عرفنا اول فاكتور بيأثر على الالاينمنت هو ايه، الاريا سيرفد، اللينث، الووتر سلوب، تمام، اللي انا عايزه امشي الميه فيه، ابتدي احدد بقى المسار بتاعي، هبتدي احدد الكنال هتمشي من الليفل العالي للليفل القليل. الاريا سيرف تبقى كل ترعه لازم تخدم المساحه المسموح بيها، يعني اجي انا اعمل ديستريبيوتري كنال ما اخليهاش تخدم 30 ألف فدان مثلا، اوكي، برضو طولها الديستريبيوتري كنال من 2 ل 10 كيلو، ما اجيش اعملها الديستريبيوتري كنال مثلا 30 كيلو، ما فيش كده، هو من 2 ل 10 كيلو. اوكي، المسافات بين الترعة والمصارف عرفناها ان احنا المفروض المسافة تبقى بين الديستريبيوتري كانال والماينر برانش درين المقابل ليها، اوكي، تبقى كام على حسب نوع التربة. لو انا عندي كلي هتبقى كيلو، لو سيلت 1.6 كيلو، ولو ساند 2 كيلو، ولو حاجة في النص انا هديك السلوب اللي تحسب منه او اديك المسافة بينهم على طول. تمام كده. طيب تاني فاكتور بيأثر معانا عشان أوصل بقى للسلوب اللي أنا عايزاه هو الـ surface topography، شكل سطح الأرض. المية لازم تبقى ماشية في الـ canals والـ drains under gravity. تمام، المية لازم توصل للمكان كله under gravity، وكل النقط لازم تتروي وتتصرف بطريقة كويسة. الـ direction بتاع الـ canal والـ drain بيعتمد على الـ topography وعلى الـ slope. أنا أشوف الـ canal هتمشي، لو أنا مشيتها من القليل، يعني الأرض عندي عاملة كده، الأرض عندي عاملة كده، وأنا مصرة إن الـ canal هتمشي كده، هعمل إيه؟ هحفر كتير جدا، وفي أماكن تبقى المية فيها مش عارفة أو أمشيها أصلا، مش عارفة أوصلها لها. تمام، يبقى الـ canal لازم تبقى تشوف انحدار الأرض وتمشي مسار الـ canal قريب من الميل بتاع الارض، ما تجيش عكس ميل الارض وتمشي تقول انا همشي الكنال من الليفل القليل للليفل العالي. انت عشان الميه تمشي اندر جرافيتي هتحتاج تحفر، او الميه عمرها ما هتمشي كده، الميه عمرها ما هتطلع لفوق. تمام كده. طيب انا عندي الميه لازم تمشي في الكنالز والدرينز اندر جرافيتي، لازم توصل المساحه كلها تتروي وتتصرف بطريقه كويسه. تمام، طيب الاتجاه زي ما احنا قلنا بيعتمد على التوبوجرافي، شكل سطح الارض، والسلوب. فهنبتدي نتكلم على التوبوجرافي. التوبوجرافي دي ممكن تبقى سلوبينج وممكن تبقى كورجيتد، ممكن تبقى منحدره في اتجاه واحد وممكن تبقى الارض متعرجه. متعرجه هي مش بالشكل ده قوي، هي
الأرض مثلا عاملة كده وفي نفس الوقت منحدرة في اتجاه معين كده، طالعة ونازلة، يعني الأرض كأنها طالعة ونازلة بالشكل ده، وفي نفس الوقت ايه منحدرة، مثلا ليفل ده عالي وليفل ده قليل، واضحة كده؟ فده التوبوجرافي الكوريجيتد. الكوريجيتد توبوجرافي الكنالز بتبقى في المكان العالي والدرينز بتبقى في المكان المنخفض، يعني ما تجيش انت هنا الأرض بتاعتك عاملة كده اوكي وتقول انا هحط هنا درين، الدرين ده هيجمع ايه بقى؟ هيجمع ازاي المايه وهو اعلى نقطة؟ او ما تجيش تقول انا هروي الارض دي بكنال هنا، الكنال دي اللي هي الديستريبيوتري كنال اللي انت بتخططها، هتطلع منها ازاي برايفت كنالز، هيمشوا ازاي، يعني هيطلع المايه لفوق ازاي؟ فلازم فوق هي اللي تبقى الكنال وتحت هو مين؟ الدرين. تمام، ليه؟ علشان المية تقدر تطلع ال private canal، المية تمشي في الاتجاه ده وتتجمع في ال drain، وهنا نفس الكلام هيبقى فيه لازم canal تانية علشان تطلع منها private canals وتصرف في ال drain ده. تمام، المسافة بقى بين ال canal وال drain دي لو كبرت عن المسافة المسموحة لنوع ال soil ممكن أعمل إيه؟ أقسم المسافة دي نصين، هنا في كنال وهنا هحفر مثلا درين في نص المسافة وأكمل بكنال تانية، يبقى ده كده درين وكنال تانية. واضحة كده يا باشمهندسين؟ حد عايز يسأل على حاجة؟ في أي أسئلة أو أي حاجة؟ تمام تمام يا دكتور، كويس. تمام. طب انا اعرف منين بقى الارض عاليه ولا لا؟ من الكونتور ماب، يعني عندي الكوريجيتد توبوجرافي دي بتبقى عامله زي انصاف دايره كده كلها جوه بعض، عامله زي اطباق كده كلها جوه بعض، فاعرف منين الجزء ده همشي كنال ولا درين؟ عن طريق ان انا باخد سكشن. فمثلا هنقول ان انا عندي مثلا ده 9 ده 8 ده 7. طيب يبقى ده كده كنال ولا درين؟ خلينا نقطع كده ونشوف، لو أنا هنا يبقى 7 وبعدين 8 و9، يبقى هي حاجة زي الحفرة كده، يبقى في الحالة دي هعمل ايه؟ درين. طيب خلينا نعمل العكس، نخلي سبعة تمانية تسعة، خدت سكشن يبقى 9 وبعدين 8 وبعدين 7، يبقى الأرض عاملة ازاي؟ عاملة كده، يبقى في الحالة دي همشي فيها كنال. يبقى انت بتاخد سكشن وتحاول تتخيل شكل الأرض عامل ازاي. تمام، أو في الحالة دي احنا ممكن نثبت ان لو هي انصاص دوائر والليفل العالي جواها يبقى ايه؟ يبقى انا هعمل كنال، لو الليفل العالي براها يبقى انا هعمل درين، يبقى الليفل القليل هو اللي جوه يبقى انا هعمل درين كانها حفرة. اوكي، خدتوا بالكم؟ الكنال solid line، الدرين داش line، عشان نعرف نفرق بينهم برضو كشكل. طيب نأكد بقى على الكلام ده، ده الكونتورز بتاعت مكان عالي. اوكي، ده الكونتورز بتاعت مكان عادي، لو انا قطعت فيها كلها هتلاقوا ان الليفل العالي جوه ولا بره؟ جوه. تمام، يبقى جوه نص دايرة برضه هيبقى الليفل العالي، بس دي عشان هو زي جبل كده، فانا لما جيت اقطع هتلاقيها دوائر كاملة، لكن انت عندك الارض ما بتبقاش جبل، بتبقى حتة طالعة حتة نازلة والارض كلها في نفس الوقت منحدرة في اتجاه واحد. تمام، طيب في حاجة تانية ناخد بالنا منها، إن كل ما السلوب يبقى أخف هتلاقي إن الكونتورز مالها بتبعد شوية عن بعض، يعني أنت هنا مثلا الانحدار هنا أخف من هنا، أوكي تلاقي إن الكونتورز هنا أبعد سنة عن الكونتورز اللي هنا، دي أضيق شوية. كل ما السلوب يبقى ستيب هتلاقي إن الكونتورز بتقرب لبعض، كل ما السلوب يبقى فلات هتلاقي الكونتورز بتبعد عن بعض.
شكل برضو ايه جبل، وبيورينا ان العالي جوه وكل ما تطلع لبره الليفل يقل. العكس بقى، دي حفرة أو ديبريشن أو مكان منخفض، هتلاقي إن الكونتور العالي براه كل ما تدخل ناحية الدايرة اللي جوه الكونتور يقل. فنفس الفكرة، لو أنت عندك الأرض عاملة كده والكونتور القليل هو اللي جوه، يبقى ده ديبريشن. تمام؟ لو احنا مثلا قلنا كده 7، سوري 9 مثلا، 8 7، يبقى الأرض مالها؟ عاملة كده محفور يعني في ال... يعني لو انا قطعت هنا ده كده بلان، لو انا قطعت هنا وخدت سكشن هيطلع لي برضه الارض عامله كده منخفضه كده. تمام؟ وفي نفس الوقت مالها منحدره من 9 للـ7، فهيبقى ساعتها الدرين ماشي كده، بس طبعا هو داش لاين ماشي من 9 رايح لاتجاه 7. يعني انت لازم هتحدد حاجتين، درين ولا كانال، وماشي المسار بتاعه بدايته فين ونهايته فين، عشان يبقى ماشي اندر جرافيتي. يعني هنا مثلا هنتكلم، هنقول ان المية هتبقى ماشية منين لفين، من 80 دي رايحة ناحية 60، ده الاتجاه بتاع السلوب، ده اتجاه الفلو. تمام؟ هنا العكس، المية العالي للقليل، يبقى المية الاتجاه هيبقى ماشي في الاتجاه ده. فده ريدج لاين وده ديبريشن لاين. لو انا عندي العالي جوه كان ريدج لاين او مكان عالي، وانا عملت كانال، الكنال الهيد ريجليتور الناحية دي ولا الناحية دي؟ يعني تفتكروا هي واخدة ميتها من ترعة فوق ولا ترعة تحت؟ حد عايده؟ ترعة فوق. بالظبط. ليه؟ لأن المية عايزينها تبقى ماشية أندر جرافيتي، فلازم بداية الكنال هتبقى فوق، يبقى في كنال تانية فوق، وهنا في هيد ريجليتور خدت ميتها منها، وهنا أكيد في درين المياه دي هتصرف فيه. واضحة كده؟ تمام. طيب الدرين ده تفتكره هيصرف في تحت ولا هيصرف فوق؟ في درين تاني يعني، الاوتفيت تحت بتاعه بقى. فوق. بالظبط، لان هو حتى لو هو ديبريشن، بس هو المياه ماشية من 100 للـ50، يبقى هنا السهم بتاع الاوت فول هيبقى هنا، وهنا في درين. واضحة كده يا باشمهندسين؟ حد عنده اي اسئلة في الجزء بتاع الكوريجيتد توبوغرافي؟ تمام. ندخل بقى على السلوبنج توبوغرافي. طيب تفتكروا خصائص السلوبنج توبوجرافي يعرفوا ازاي على الخريطة الكونتورية؟ حد يعرف؟ دكتور وانا مش فاهم السؤال، بس ممكن توضيح؟ يعني السلوبنج توبوجرافي اعرف منين شكله من الكونتورز، يعني اعرف منين هو corrugated ولا sloping. corrugated قلنا انصاص دواير جوه بعض، السلوبنج تفتكر من الصورة اللي عندك كده، لا اشوفه على الخريطة اعرفه ازاي، يعني اعرف منين ده سلوبنج ولا corrugated. يعني السلوبنج معناها ان هي ارض منحدرة او مايلة في اتجاه واحد، فتفتكروا شكل الكونتورز بتاعتها هتبقى عاملة ازاي؟ خط مستقيم مثلا. خطوط متوازية مستقيمة، يعني لو أنا الأرض عندي كده وأنا بقطع معاها مستوياتها هيطلع لي بالشكل ده، تعتبر متوازية أو مستقيمة، ما تبقاش انصاص الدايرة اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية. في حين التاني كان الأرض عاملة ازاي، كان الأرض مايلة وفي نفس الوقت فيها ارتفاعات عاملة كده أو منخفضات عاملة كده. فاهمين الفكرة؟ الأرض كأنها كانت نفس الشكل ده، بس فيها زي نازلة وطالعة تاني أو طالعة ونازلة تاني. واضحة؟ عشان كده لما كنا بنقطع معاها المستويات كانت بتطلع انصاص الدوائر دي، لكن هنا لما بنيجي نقطع معاها المستويات هتطلع لي خطوط. تمام؟ فالسلوبنج توبوجرافي الأرض منحدرة في اتجاه واحد، السلوب بتاعنا ممكن يبقى فلات، ميديم أو ستيب. طبعا انتوا واخدين بالكم ان احنا بنخطط الديستريبيوتري كانال، فانا اللي مطلوب مني ابقى عارفاه هو السلوبس اللي ابقى حافظاها هنا واللي ابقى مركزة معاها هي الديستريبيوتري كانال.
فاحنا كنا قلنا في اول المحاضره ان السلبيتري كانال دي السلوب بتاع الميه فيها المفروض يبقى من 10 لـ20 سنتي على كيلو، اوكي؟ فالسلوب ده المفروض يبقى من 10 لـ20 سنتي على كيلو. يبقى انا الايديال بتاعي ان انا تبقى الارض بتاعتي برضو مايله ميل 10 لـ20 سنتي على كيلو، وامشي في نفس الايه، في نفس الميل بتاعها. فانا هقسم ميول الارض الطبيعيه عندي لحاجه اسمها فلات وميديوم وستيب. فلات اللي هو اقل من الالاوبل رينج، اي حاجه اقل من الماكسيمم بتاع الالاوبل رينج بتاعي اللي هو من 10 لـ20، يبقى الماكسيمم بتاعي هو الـ20. يبقى السلوب لو اقل من 20 سنتي على الكيلو، تمام، هعمل ايه؟ همشي، هقدر امشي في السلوب بتاعي. يعني الارض عندي كده، جيت احسب السلوب ده في المكان هنا، لقيته 1 سنتي على الكيلو. طيب لو انا مشيت في نفس الاتجاه خلاص هو ده الحل الاحسن، لان انا كل ما هميل السلوب بتاع الكنال هيقل. يعني لو مشيت عمودي كده ده الماكسيمم سلوب، لو جيت تميل الكنال السلوب بيقل، لان لنفس الدلتا واي خدت دلتا اكس اكبر، سلوب دلتا واي على دلتا اكس، اوكي؟ فانا دلوقتي عندي الفلات لو اقل من 20 سنتي على الكيلو، يبقى انا لازم همشي ساعتها الكنال عمودي على الكونتورز بتاعتي. طب الميديم سلوب، ان سلوب الارض عندي اكتر من الاقلب اللي هو 20، من 20 لـ30، هضطر اعمل ايه ساعتها؟ اميل الكنال شويه، تمام، ميلتها ليه؟ طيب حد عارف؟ عشان أخفف السلوب شوية فيوصل للألاوبل اللي هو 20 سنتي على كيلو، تمام؟ يبقى بتميلها سنة عشان توصل للـ20. طب لو السلوب عندك ستيب أكتر من 30 سنتي على كيلو، هتعمل إيه؟ هتميلها أكتر عشان تخفف السلوب أكتر. يبقى أنا عندي الفلات توبوجرافي، بمشي الكنالز عمودي على الكونتورز والدرينز برضه عمودي على الكونتورز، وبراعي بقى ان انا بعمل السبيسنج بينهم اللي هو الاس اللي احنا كنا بنحسبها على حسب ايه، نوع السويل. ساعتها بقى بما ان الكنال عمودي على الكونتورز، بنقدر نخرج منها او نطلع منها فروع بتاعه البرايفت كانالز، تمام، في الاتجاهين. يعني انا دلوقتي الديستريبيوتري كانال عموديه على الكونتورز، فانا اقدر اعمل برايفت كانال يمين وبرايفت كانال شمال. فيبقى ساعتها الكنال بتبقى بتروي ناحيتين زي ما انت شايف الأسهم كده في الفلات سلوب اللي هي أقل من 20 سنتي على الكيلو، الكنال بتروي على الناحيتين، تمام؟ الميديم سلوب، أما ميلت الكنال لو أنا جيت أعمل كنال الناحية دي، المية مش هتقدر تمشي الناحية الناحية دي في العالي، هتلاقي في أجزاء مش هتتروي، فساعتها الترعة هتبقى بتروي على ناحية واحدة بس. يعني هتبقى المية ماشية بتروي في اتجاه واحد بس، اوكي؟ فساعتها لما اجي ارسم، شايفين هنا عملنا ايه؟ كنال ودرين يمين ودرين شمال على بعد اس هنا وعلى بعد الاس هنا، اوكي؟ طيب هنا لا، كنال ودرين ولازق فيها كنال تانية بتروي بعد كده، وبعد كده هيبقى فيه درين تاني وكده. واضحة كده يا باشمهندسين؟ فالسلوب عندي لو ميديم من 20 لـ30 هميل شوية، طب لو أكتر من 30 هضطر أعمل إيه؟ هميل بقى كتير والمية تمشي من الكنال تروي ناحية واحدة برضه، لأن أنت مش هينفع تعمل برايفت كنال ماشية الناحية دي، لأن هيبقى الليفل ده أعلى من الكنال اللي هي هتاخد منها ميتها أصلا، والمية هتبقى ماشية من الليفل قليل لليفل أعلى، فتبقى بتروي ناحية واحدة اللي هي تحتها اللي ماشية في اتجاه السلوب. يبقى في برايفت كانال هنا وتصرف في المصرف ده، اوكي، يبقى بتروي في اتجاه واحد بس، تمام كده. طيب المسافة دي قد ايه؟ المسافة دي احنا كنا بنتكلم ان احنا بسكيل 1 لـ100 ألف، 1 لـ100 ألف ده يعني السنتي بكيلو. يعني انت خلي بالك ان انت ما تجيش تعمل المسافة بين الكنال والدرين اللي لازق فيها ده اللي هو جنبها على طول، تعملها مثلا نص سنتي، لا انت تعملها ملي مثلا، عشان بس يبقى باين ان انت عارف ان في درين وفي كنال، وهي في الحقيقة هم قريبين من بعض، المسافة بينهم امتار،
الحاجات دي هتبقى المفروض على الخريطة اللي بسكيل 1 لـ100 ألف، المفروض انها ما تتشافش يعني، بس انت تعملها حاجة قريبين قوي من بعض. تمام، واضحة كده يا باشمهندسين؟ هنأكد بقى على حاجة، ان القيم دي قيم استرشادية، يعني ده الأوبتيمم سوليوشن أو ده أحسن حل، لكن في بعض الأوقات أنت ممكن يبقى عندك فلات سلوب وتضطر نتيجة وجود مبنى مثلا، أو مثلا حاجة لازم تخليك تلف في اتجاه معين، أنت تعمل الترعة مايلة وتقلل السلوب بتاعها عن الأرض كمان أكتر، في حين إن أنت كان المفروض مثلا لو هي ماشية على الرولز الصح تمشي عمودي على الكونتورز، لكن أنت مثلا طلع عندك مبنى معين مثلا في الحتة دي، مبنى مثلا عامل كده، فانت اضطريت تمشي بالكنال على اطراف المبنى ده، ما قدرتش تمشي عمودي على الكونتور زي ما انت المفروض تعمل لو انت ماشي على القيم دي، وما فيش اي حاجه ريستريكشن تخليك ما تعملش كده. يعني نفس الكلام، مثلا ممكن يبقى عندك ميديوم سلوب بس في حاجه بتجبرك ان انت تمشي عمودي على الكونتورز، فانت لو انت ما عندكش حاجه تجبرك المفروض تمشي على الرولز دي، لو عندك حاجه تضطرك ان انت تعمل اي اتجاه تاني يبقى انت ساعتها خلاص مضطر ان انت تعمل كده، بس انت عارف ان هيقابلك بعد كده في الستاب اللي بعدها مشكله في السلوب، ان انت مثلا وانت بتعمل الستاب اللي بعدها بتاعت السينوبتيك دايجرام هتحتاج تعمل بعض الحلول اللي هنعرفها عشان تتغلب على ان انت مثلا ما مشيتش في السلوب الطبيعي اللي المفروض اللي هو من 10 ل 20. واضح كده يا باشمهندسين؟ يبقى نرجع نأكد تاني ان احنا عندنا التخطيط بيعتمد على الاريا سيرت والتوبوجرافي، انا عايزه الترعه تخدم مساحه معينه، كل درجه ترعه ليها مساحات معينه بتخدمها، احنا بنخطط الديستريبيوتري كانالز والماينر برانش ترينز على الخريطه الكونتوريه، فبشوف الاريا بتاعتها، بشوف السبيسنج على حسب نوع السويل، بشوف التوبوجرافي بتاعتي كوريجيتد ولا سلوبينج. تمام، لو هي كوريجيتد توبوجرافي بعمل ايه؟ بحط الكانالز في المناطق العاليه، بحط الدرينز في المناطق المنخفضة، لو هو سلوبينج ببتدي أشوف هو فلات ولا ميديم ولا سلوب ولا ستيب، وأشوف همشي عمودي على الكونتورز ولا مايل على الكونتورز عشان أحقق الأوبتيمم سوليوشن، إلا لو عندي حاجة تحكمني إن أنا أضطر أمشي في اتجاه معين غصب عني، لو مشيت مثلا عمودي على الكونتور في مثلث مش هيتروي، في مبنى مثلا مخليني أمشي باتجاه معين، في مثلا جزء من شكل الأرض لازم ألف حواليه بطريقة معينة، هنشوف الكلام ده يعني في الإكزامبل بقى اللي هنعمله بعد شوية. واضح كده؟ في حد عنده أي أسئلة؟ مش عايزين تسألوا؟ طيب برضه لو أنا عندي corrugated topography بنحط البرانش كانال، لو انا بخطط البرانش كانال بحط البرانش كانال هي اللي في المين كورجيشن، والديستريبيوتري كانالز بعد كده اخططها عليها، يعني لو انا عندي الارض كورجيتد وانا بخطط لسه البرانش كانال هي اللي في المكان العالي، وبعد كده هي اللي هتوزع بقى الديستريبيوتري كانالز، بس انتوا عندكم في الكورس يعني هتخططوا الديستريبيوتري كانالز غالبا والماينر برانش ترينز بس. تمام، ده بقى يرجعنا لشكل الارض، ان احنا مثلا هنا لو حسبنا السلوب نحسب السلوب فين؟ خلينا نشوف كده، نحسب السلوب هنا عند الواسعة ولا عند المتوسطة ولا عند الضيقة؟ نيجي نحسب ونتكلم على كلمة سلوب في الفلات والميديم والستيب، بنتكلم على average سلوب، فانت بتاخد ممكن الطول كله مثلا، ممكن حتى تاخد من ال11 دي كده لحد ال975، او لو انا بخطط الحتة دي باخد من هنا كده لحد هنا واحسب عمودي على الكونتورز دلتا اكس، وفرق الدلتا واي هنا كام؟ 10 75 ناقص 9 75 يبقى متر. تمام، واضحة كده يا باشمهندسين؟ يبقى الدلتا واي عندي متر، الدلتا اكس هقيسها من هنا. طب الدلتا اكس اللي هقيسها من هنا اعمل ايه؟ اغير اشوف السكيل بتاع الخريطة واحولها للحقيقة، يبقى انا كده دلتا واي هنا انا قلت لك ان هي متر، بس احنا بنشتغل سنتي على كيلو، يبقى دلتا واي هضربها في 100 ودلتا اكس احولها بالسكيل اخليها كيلو. تمام، برضو لو انا بشوف الترعه دي المساحه بتاعتها ايه، ابتدي اشوف ان انا عندي مثلا البول هنا اقسم اشكال هندسيه واحسب الارياز بتاعتي، مثلا اخلي بالي ان ده في سكيل، يعني دايما تخلي في دماغك انت تبقى حاطط في دماغك وانت بتحسب
مسافات وانت بتحسب سلوب تبقى حاطط في دماغك ده بسكيل ايه. يعني لو جينا نقول ان احنا مثلا الارض دي سلت والسبيسنج بين الكنال والدرين المفروض يبقى 1.6، بس الخريطة دي بسكيل 1 لـ50 ألف، يبقى ده هيبقى على الرسمة 3.2 سم، مش 1.6 سم. فدايما يبقى لازم في دماغك تبقى عارف السكيل، عارف النوع السويل. يبقى أهم حاجة هتعملها إن أنت تقرأ السؤال الأول كويس قوي، تشوف نوع السويل اللي عندك اللي أنت بتعمله. ممكن يبقى جاي لك كذا نوع سويل، يعني ممكن يقول لك مثلا نص الأرض كلي ونص الأرض مثلا سيلت، أو نص الأرض سيلت ونص الأرض ساند. فلازم يبقى ساعتها السبيسنج بين الكنالز والدرينز هيختلف. تمام، واضح كده يا باشمهندسين؟ طيب تفتكروا الجزء ده سلوبنج ولا كوريجيتد؟ سلوبنج. تمام، برافو عليك. ليه؟ علشان زي ما انتوا شايفين كده. انت محمد ولا مين؟ اه محمد الدكتور. تمام، برافو عليك. ركزوا كده، تلاقوا ان الارض هنا عاملة ازاي، خطوط متوازية صح؟ او تقريبا متوازية. ده السلوبنج، ده شكل السلوبنج في الكونتور ماب. ده انا عندي خطوط هنا ليفل عالي وتقريبا متوازية. طيب الجزء ده كده corrugated ولا سلوبنج؟ ده كده corrugated بقى. corrugated. بالظبط، برافو عليكم. ليه؟ علشان الكوريجيتد زي ما احنا قلنا زي نص الدايرة كده. يبقى الأرض هنا لو جينا نتخيل كده، الأرض هنا عاملة زي بص 9 8.75 8.5، يبقى الأرض بتنزل وبعدين هنا بترجع تعلى تاني 8.5 8. يبقى هنا الحتة دي كده جزء منخفض شوية عشان كده عمل فيه درين. طيب هنا كده ليه عمل كنال؟ كده 9 وربع، سوري كده 9 9 وربع 9 ونص، يبقى الأرض بتعلى يبقى هنا الكنال. ثم بعدين رجع تاني 9 ونص 9 وربع 9، يبقى رجعت تنزل تاني. اوكي، برضو المفروض المسافة دي بتعتمد على نوع التربة. اوكي، هنا برضو في كنال، بعدين هنا في درين. خلي بالك بقى، لو انا اكتفيت بالدرين ده وما عملتش الحتة اللي تحت دي، ايه اللي هيحصل؟ الجزء ده ما ترويش. هل الدرين ده هيقدر يروي حاجة؟ لا، الدرين بيصرف. طيب هل في حاجة أقدر أعملها لو أنا ما عنديش الكنال دي؟ يبقى الجزء ده لازم يتروي، يبقى لازم يبقى فيه كنال مادية من أول هنا كده، تمام، عشان تروي المساحة دي. برضو حاجة بوينت تانية، خلي بالنا عندي مين كنال وعندي هنا في طريق، وبعدين عندي برانش كنال دي، وبعدين طالع منها بقى الديستريبيوتري كنال. اوكي، ما ينفعش بقى اطلع الديستريبيوتري كانال من المين كانال، يبقى لازم المين كانال يطلع منها الاول برانش كانال، وبعدين البرانش كانال هي اللي طالع منها الديستريبيوتري كانال اللي انا بروي بيها الارض. في برضو بوينت مهمه قوي عايزين ناخد بالنا منها، ان زي ما انا بقول لك ايه، الكانال دي طالع منها كانال تانية. اوكي، لكن عمري قلت لك مثلا الكانال دي طالع منها درين، يبقى الدرين مش لازم يبقى ساحب ميته من حاجة أكبر منه، ممكن يتحفر في الأرض كده ميبقاش بدايته في حاجة بتديله مية، هو بيجمع المية، هو حاجة بتجمع المية وهي ماشية. أوكي، فالدرين مش لازم بدايته يبقى واخد ميته من حاجة، زي ما شايفين مش واخد ميته من حاجة، مفيش ستراكشر في أوله عشان ياخد ميته من حاجة، لكن هو لازم يصب زي ما انت شايف بقى كونكتد بالدرين الأكبر منه. لكن الكنال لازم تاخد ميتها من كنال أكبر منها بالهيد ريجوليتور أو بالبوابة في الأول، ولازم تنتهي فين؟ في درين. اوكي، يبقى انت دايما وانت بتعمل الالاينمنت بتاعك كل كنال لازم تبقى ساحبه المايه بتاعتها من كنال تانية، ما ينفعش تحط هيد ريجوليتور في الهواء كده، الكنال التانية دي تكون الدرجة اللي أعلى منها على طول. اوكي، في حاجة بقى اسمها دايركت اريجيشن، يعني أنا آخر جزء في البرانش كنال ممكن أعتبره حاجة اسمها دايركت اريجيشن، أعتبره ديستريبيوتري كنال، يعني بعد ما كل الكنال سحبت المياه بتاعتها ممكن نعمل حاجة اسمها دايركت اريجيشن، هنشوفها برضو في الإكزامبل اللي هنحلها إن شاء الله. أوكي، تمام كده يا باشمهندسين. يبقى احنا نراجع بقى تاني، إن أنا عندي الألاينمنت بيعتمد على الأريا سيرفد وعلى التوبوجرافي، أنواع التوبوجرافي عندي سلوبنج زي الشكل ده، تمام،
وكوريجيتد زي الشكل ده، لما باجي اخطط لازم الكنال تبقى طالعه من الدرجه الاكبر منها. الدرين مش لازم ابدي ميته من حاجه، لكن لازم يصب في الدرين الاكبر منه. برضو في حاجه مش لازم، يعني الكنال لازم نلتزم بدرجات الكنال، لكن الدرين ساعات ممكن نستعمل مثلا مين درين عندي استعمله في الصرف على طول، او ميجر برانش درين وما اعملش ماينر برانش درين واستعمله على طول. ليه؟ لان الدرينز انت مش بتاثر على حق حد. يعني الكنالز انت لو انت رويت من البرانش كانال هنا، الترع اللي تحت دي ممكن تلاقي الهيد ما يكفيش انها تاخد المايه بتاعتها، لو انت سامح ان الناس تروي من البرانش كانال. لكن لو انت مانع الناس تروي من البرانش كانال، هتفتح البوابات بتاعت الهيد ريجوليتورز، تقدر توسع المايه على الناس بالكميات المحسوبه، ما يبقاش في اي حاجه اثرت على الحسابات بتاعتك. لكن اخر جزء في الكانال ممكن نعتبره الدرجه الاصغر ونستعمله الاستعمال بتاعها. يعني اخر جزء في البرانش كانال ممكن اعمله ديستريبيوتوري، لان مفيش حد بعدي، مش هأثر على حد. اوكي. والدرينز ممكن نتغاضى عن الدرجات بتاعتها علشان انا برضو مش هأثر على حد. يعني مفيش منطق ان انا احفر درين تاني وانا عندي واحد مثلا معدي في نفس المنطقه بس عشان هو اكبر منه. فالدرينز ممكن نستعمل درجات اكبر شويه في الصرف على طول، مفيش مشكله. اوكي. القيم اللي احنا قلناها في السلوب التوبوجرافي زي ما احنا قلنا انها قيم استرشاديه ممكن نتغاضى عنها. يعني ممكن يكون السلوب ده ميديوم بس انا مايله الكنال دي قوي، لان انا لو ميلتها في الاتجاه ده مثلا، لو انا ميلت الكنال في الاتجاه ده عشان اجيب السلوب اللي انا عايزاه، ممكن ساعتها المثلث ده ما يترويش. يبقى انا شكل الارض عندي هنا بيحكمني ان انا عشان اروي المساحه كلها لازم في كنال تبقى ماشيه في الاتجاه ده عشان تبقى باديه من اول الارض. تمام. ممكن الكنال دي يكون السلوب بتاعها اقل من المطلوب، بس انا مضطره امشيها في الاتجاه ده. اوكي. وشكل الارض نفسه واي وجود اي مباني اي حاجه بتحكمني بديزاينز معينه او بالاينمنت معينه. في حد عايز يسال على حاجه كده يا باشمهندس؟ طيب دي شوية نوتس اللي احنا قلناها واحنا بنشرح، بس نرجع نراجع عليها. ان الكنالز بتبدأ بهاد ريجوليتر وتاخد المية بتاعتها من بيجر كنال، وبتنتهي بتيلسكيب عشان تفضي المية الزيادة بتاعتها في الدرين. الدرين بتنتهي بأوت فول، لكن مش لازم بيصب المية بتاعتها في البيجر درين، بس مش لازم تبتدي من أي كنال ولا أي حاجة ولا تاخد ميتها من درين في الأول. الكنال هي اللي لازم تاخد ميتها من بيجر كنال. طيب لو انا عندي كنال كبيره وماشيه في المسار اللي انا عايزاه بالظبط، هل ينفع ارمي منها؟ ما ينفعش. فبضطر اعمل حاجه اسمها سايد كنال او جنبيه، ترعى ماشيه جنبها بالظبط، بس هي الدرجه بقى بتاعه الديستريبيوتوري كنال. يعني لو عندي برانش كنال وماشيه في المسار اللي انا عايز ارويه، اللي انا عايز امشي فيه الديستريبيوتوري كنال، وهو ده المسار اللي يرويه للارض، ما ينفعش برضه اخد منها ميه لان هي كارير كانال. فبعمل جنبها ديستريبيوتري كانال اسمها سايد كانال عشان ماشيه تو ذا سايد بتاع البرانش كانال، بيسموها بالعربي جنبيه، ساعات بيكتبوها حتى بالانجلش كده جنبيه. تمام. يعني الترعه ماشيه جنبها، بس هي محققه لي بقى شرط الدرجه بتاعت الترعه اللي هي ديستريبيوتري اللي اقدر اروي منها. اوكي. كنا من شويه بنقول هيد ريجوليتور، فده شكل الهيد ريجوليتور. ريجوليتور هي قناطر او بوابات بتبقى في بدايات الكنال عشان تتحكم في الديستورج وتدخلي كميات المياه اللي انا حاسبها بالظبط. ده شكل البوابه بتاعت الهيد ريجوليتور، بنفتحها ونقفلها عشان نقدر ندخل كميات المياه. ده اسمه تيل اسكيب. اوكي. عشان نقدر ان احنا نخطط سوري مش نخطط، نعدي المياه الزياده في نهايات الترعه للدرين. ما هي أول ما تعلى على ليفل معين تعدي من ناحية لناحية. أوكي. حد عنده أي أسئلة؟ مين. هو ده كان المفروض يبقى formative assessment، فأنا هنزل لكم الخريطة وأنتوا جربوا تحلوها. أوكي. وبعدين هنزل لكم الحل وممكن نتكلم فيها المحاضرة الجاية. أوكي. يبقى انا هنزل لكم الخريطه دي اكزامبل ماب، هتبتدوا تجربوا تحلوها ونخططها مع بعض المحاضره الجايه في اولها. تمام يا باشمهندسين؟
وهنزل لكم برضو الاساينمنت، بس يعني ده كده فورماتيف اسسمنت، انت هتجرب تحله. هو الحل بتاعه، لان هي الخريطه دي بتبقى موجوده كل سنه، نفس الاكزامبل يعني، فهي هتلاقوا الحل بتاعه موجود، بس انا مش عايزاك تبص على الحل بتاعه، انا كده كده هنزل لك الحل بتاعه وهو معلوش درجات، انا عايزاك بس تجرب فيها واحنا هنقعد نحلها مع بعض المره الجايه بعد ما تكون انت جربت تحل على الخريطه دي، وهنحلها مع بعض، وبعد كده هطلب منك ترفعها تصححها لنفسك وتدي نفسك درجه، ادي نفسك 10 وارفعها لي على الاقل بس. تمام، ده formative assessment يعني معلهوش درجات، ده تدريب ليك. تمام، ال assignment هو اللي عليه درجات، فده لسه هنزله برضو معاه، وهيتشرح في ال tutorial أو في ال section. تمام، وبعد كده إن شاء الله ترفعوه بعد برضو ما يتشرح، يعني هنستنى ما انتوا تحاولوا تحلوه وتسألوا في كل اللي انتوا مش فاهمينه وبعدين ترفعوه. تمام، فأنا مش عايزة أنقصك في الدرجات ولا حاجة، بس عايزك تحل لوحدك عشان لو عندك حاجة مش فاهمها تعرف ايه انت ايه الديفكت اللي عندك وتسأل فيها المرة الجاية. خلينا نقرأ السؤال مع بعض. السؤال بيقول ده attached map سكيل 1 لـ50 ألف، يعني ايه سكيل 1 لـ50 ألف؟ نفتكر بقى مع بعض، 1 سنتي بنص كيلو، يعني كل سنتي بالظبط كده، كل سنتي بنص كيلو بالظبط كده. تمام، بيوري لك كمان، بيقول لك ده شو the contour lines of a district at intervals ربع متر، يعني ال contour intervals هنا تلاقي 9.5 9.75، يبقى ال interval بتاعي ربع متر. بعد كده بيقول لك ال area دي متحددة ب major branch drain D2، فين major branch drain D2 اهو، و major branch drain D3. تمام، وبعدين حدودها التانية عندنا main drain Z، اوكي، وهنا في ايه برانش كانال C1 هي اللي بتروي الارض دي، صح كده؟ يبقى انا الحدود الارض بتاعتي اهي برانش كانال C، برانش كانال C دي واخدة المياه بتاعتها من المين كانال، وبعدين عندي ميجر برانش درين D2، ميجر برانش درين D3، ومين درين D، دي الحدود بتاعت الارض. طب ايه الحاجات اللي متظللة دي، حد عارف؟ دي مباني او مثلا منطقه ما ينفعش الكنال تعدي فيها، ممكن يبقى بيلدينج، ممكن يبقى مثلا اريا مثلا معينه بتاعه مشروع معين، مش عايزين، مش رأي يعني، مشروع مثلا محلات اي حاجه مش عايزين نعدي كنال في وسطها، يبقى المساحه دي المفروض لما تظهر لك حاجه متظلله كده انت بتروي على الحدود بتاعتها، مش هينفع تعدي فيها، اوكي كده. وبيقول لك الاريا دي سيلتي سويل، يعني نوع التربة سلت. حد فاكر السلت كان السبيسنج بين الكنال والدرين كام؟ 1.6. برافو عليك، 1.6. طب 1.6 دي بسكيل 1 لـ50 ألف هتبقى كام على الخريطة؟ 1.6 كيلو، يبقى 1.6 تايمز 2 تبقى 3.2 سنتي على الخريطة. تمام، فبيقولك اعمل لي كومبليت الاينمنت، خطط لي التخطيط كله لل irrigation and drainage systems عشان تخدم المساحة دي. تمام، طيب فاحنا عايزين دلوقتي ان احنا نخطط الاريا دي، تفتكروا انا لو انا هعملها ابتدي بمين، ال sloping topography ولا ال corrugated topography؟ مين اسهل، انت لو مكاني تبتدي بايه؟ ال sloping. ال sloping انا بصراحة ببتدي بال corrugated عشان هو اسهل، اوكي، لان الكوريجيتد بيبقى واضح قوي، يعني واضح قوي، هو باين على الخريطه، يعني باين الجزء ده كوريجيتد، باين الجزء ده كوريجيتد، صح؟ طيب انا عايزه ابتدي بيه علشان ايه؟ عشان هو لو انا عرفت مثلا هنا همشي كانال ولا درين هتلاقيها هيكر بعضه، يعني هنا لما عملت كانال اكيد يبقى هنا مثلا درين، او العكس لو هنا عملت درين يبقى اللي بعدها اكيد هتبقى كانال، فبتلاقي اول بس ما تفهم الحته دي بتلاقي جزء كبير من الخريطة تخطط لوحده، بتوريني بعد كده السلوبينج تقريبا الاتجاهات فيها تبقى عاملة ازاي، اوكي، لان زي ما احنا قلنا القيم بتاعت السلوبينج استرشادية، لكن القيم بتاعت الكوريجيتد او شكل مكان الكنال والدرين بيبقى ماله، بيبقى حاجة محددة. تمام، فهنا لو انا مثلا هقول الكوريجيشن ده كده، عايزين نشوف هو كنال ولا درين، تجيب أي واحد كده،
خلي بالك بقى يعني be very careful، لأن أنت لو عملت واحدة غلط بتكرهم كلهم غلط. يعني لو عملت أول واحدة drain وهي canal هتلاقيك رحت عامل اللي جنبها العكس وعكستها كلها. تمام، فأنا هبتدي هنا. لما تبقى شاكك خد سكشن، خد سكشن كده، يعني تلاقي مثلا دي 9.5، بعدين جوه أعلى من 9.5 عشان دي 9.75، يبقى هنا تعلى وتنزل، يبقى ده ايه؟ او العادي جوه النص دايرة، يبقى ده كانال ولا درين؟ كنال كانال. يبقى انا كنال هاجي هنا بالظبط كانال، برافو عليك برافو عليك. تمام، يبقى هنا كده النقط دي اعلى نقطة هي النقطة اللي عند الادج كده بتاع الكوريجيشن، النقطة اللي انا عملتها بالازرق دي هعمل فيها ايه؟ هوصلها ببعض كده. يبقى انا عندي هنا كنال المفروض نهايتها تبقى عند الدرين. الكنال دي بقى لازم تاخد ميتها منين؟ من البرانش كنال. تمام، وانس بقى ان انا جبت دي صح هبتدي ابص على اللي بعدها. انا عايزه اقول ان دي درين مش لازم تاخد ميتها من حاجه، بس هتاكد هلاقي دي 9.75 9.5 وبعدين ترجع تاني 9.75، يبقى انا معايا حق. يبقى دي ايه؟ الدرين. تمام، طيب هنا تبقى دي ايه؟ كنال صح؟ ليه؟ علشان 9.75 جوه هيبقى 10 و 9.5 جوه 9.75، يبقى انا عندي دي ايه؟ كنال تانية اهي، واضحة كده؟ هنا هيبقى في ايه؟ درين. بس عرفتوا ليه لما ابتدي بالكوريجيتد وانس ان انا عرفت واحدة الدنيا عندي بتبقى واضحة وسهلة. طيب هنا درين، هنا بعد كده هنلاقي ان العالي هو، يبقى هنا في ايه؟ سوري، هنا كانال. واخدين بالكم انا ببتدي بهاد ريجوليتور وانتهي بتيل سكيب الدايرة دي والدرين بنهي باوت فول. طيب هل كده الجزء اللي corrugated ده اتروى صح؟ تقريبا ايوه، لان انا كنت مشيت كنال بعد كادرين، فكده تقريبا صح يعني. تمام، بس طب انا هنا رويت، هل الجزء ده اتصرف؟ لا تمام، يبقى انا هنا الكنال دي بتروي يمين وشمال، في مصرف هنا ومصرف هنا، دي برضو بتروي يمين وشمال بس في مصرف في ناحية وناحية تانية لأ، صح كده؟ يبقى أنا محتاجة على حدود المبنى ده أعمل drain عشان لما أجي أعمل ال private canals وال private drains يحصل دي ليها حلين، ممكن أصرف هنا في المين drain وممكن ألففها كده وأصرف هنا لو أنت عايز تلتزم يعني بدرجة ال drain. تمام، بس احنا زي ما قلنا ان الدرين ممكن يبقى يتصرف كده او كده، فانا يعني افضل ان انا اصرف هنا على طول في المين درين وخلاص. اوكي، فانا عملت ليه الدرين ده؟ لان دي لازم لو انا هعمل برايفت كانال او برايفت درين لازم تلاقي ايه؟ حاجه تصرف فيها هنا المايه بتاعتها، صح كده؟ ولازم على حدود المبنى اه تمام علشان يا دكتور. انا ما ينفعش اقطعه مثلا. طيب هو انا دي هاخد في لسه الاعتبار معايا المسافة ما بين الكنال والدرين اللي بعدها، اللي هو بالقانون اللي بالظبط خدناه في الاول ده؟ بالظبط، يبقى انا بعد بقى ما عملت ده المفروض اتشيك على المسافات دي اللي هي 3.2 سنتيمتر او 1.6 كيلومتر، لو طلعت اكبر هضطر اعمل ايه؟ هضطر اقسم المسافة زي ما وريتك كده، يعني ممكن اجي هنا لو لقيت دي 5 سنتي يبقى انا مضطر اعمل هنا درين كده وبعدين كنال تانية تكملي المسافة. بس هي اللي انا فاكراه يعني، لان هي الخريطة دي كده نوت سكيل.